زي بقى ما وعدناكم، كاميرات برنامجنا عسل ابيض صورت اللي حصل في مستشفى الدكتور وائل يحيى استشاري جراحات التجميل، واللي اتبرع بعلاج التلميذ خالد اللي اتصاب بقطع في وشه بموس على ايد زميله في مدرسه السلام بالجيزه. عايز اقول لكم يا جماعه، الموقف ده كان حصل هنا في استوديو عسل ابيض من يومين بالظبط. كان معانا دكتور وائل هنا في البرنامج، كان مشرفنا وسمع عن حاله خالد اللي فعلا في واحد زميله في المدرسه عوره في وشه بالموس، وفورا قال انا متبرع باني اخد بالي من الحاله دي. وامبارح على طول خالد راح له واحنا كنا موجودين وصورنا، وهنفرجكم دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط، وهنفضل نتابع الحاله على طول. طيب بعد الفاصل بقى هنرجع تاني وهستقبل الدكتوره منى طله الحريري استشاري التغذيه العلاجيه اللي هتعرفنا الصح والغلط في الدايت. استنونا. مس كانت مخلياني رائد الفصل يعتبر يعني، فقالت لي اكتب الاسماء الاشخاص اللي بيتكلموا في الفصل، فانا كتبت، فطبعا اسمه اتكرر كذا مره، فانا ما اعرفش هو كان متضايق يا اما متغاظ يا اما ما اعرفش. بس انا يعني لما نزلنا حصه الكمبيوتر نزلنا، فانا سمع زميلي قاعد بيقول له دخلت بقى كل في كل ده، بقى رائد الفصل على طول بيرفع ايده مع المس. راح قال له طب حاضر تشوف انا هعمل ايه في خالد. قال لي لو كلمتني مره ثانيه هحذرك، انا هضربك ومش هضربك لغايه دلوقتي بس عشان السكر. فلما كنت ماشي مع زمايلي واقفين على الباب فبنتكلم عادي، فلقيته راح جه فبيكلمني، ففضل قال لي نفس الكلام وعمال يعيد ويزيد. فراح في الاخر قلت له ماشي ماشي، رحت لقيته راح طلع الموس وراح خربشني بيه في وشي. فكان بين العربية، فبصيت في المراية بتاعت العربية بشوف ايه اللي حصل في وشي، لقيت الجرح، فيعني اتخضيت من منظر الدم. ببص عليه بشوفه لقيته راح جري على جري ركب توك توك وراح مشي. هو خالد النهارده احنا اول مره نشوفه، هو متعور من يمين، بيقول هو متعور من يمين، ده اله حاده موس او هافر بقى مش فارقه معانا كتير كده. احنا لما شفنا الكلام ده الحمد لله الحمد لله ان هو الجرح بتاعنا في منطقه الجلد وما تحت الجلد، حته صغيره قوي فوق الجرح وفي اخر الجرح هي اللي فيها الجزء بتاع الدهن باين، لكن الحمد لله فضل ونعم ربنا اعصاب الوش سليمه، عضلات الوش سليمه، دي حاجه كويسه جدا. في الاخر عندنا بس هو الجرح القطعي اللي موجود عندنا ده، معظم الحمد لله بدا يحصل فيه بدايه على علامات الالتئام. احنا عملنا النهارده غيار بسيط ليه جدا، حطينا صمغ طبي تيشو جلو، ده اللي هيفضل بينا ان شاء الله لمده حوالي 5 ايام، وغيار خفيف جدا وبيغير عادي مره كل يومين او حاجه. وهنبدا معاه ان شاء الله المراحل ابتداء من الاسبوع الجاي او اللي بعديه ان شاء الله ان احنا نبدا عليه جلسات الليزر بتاعتنا. تقريبا هياخد حوالي 3 جلسات، من 3 لـ4 جلسات، فاصل من 2 لـ3 ما بين كل مره او الثانيه ان شاء الله. انا الحقيقه كنت يعني وستيل قلقانه، بس انا مجرد ما قابلت الدكتور والله يعني جزاه الله خيرا، يعني انا وثقت فيه وهو طمني بان هو الجرح تقريبا 5 سنتي، اول سنتي واخر سنتي هما محتاجين نفوكس عليهم لانه هيعلموا بقيته. قال انه هياخد تقريبا 3 جلسات ليزر وطمنا يعني. انا بالمناسبه دي بعلن امتناني ليه وببلغه بده وبشكره طبعا. خالد هنتعامل معاه في 3 حاجات، بالنسبه للجرح الغيارات والتيشو بلو اللي اتحط، بالنسبه لمرض السكر بتاعه هو ماشي على الانسولين بتاعه، هو هيعيد بس هينظم شويه الجرعات اللي بياخدها من الانسولين مع التحليل اليومي بتاعنا لحد ان شاء الله ما تتم فتره الالتئام. والجانب اللي فاضل الاخراني خالص هو الجانب السايكولوجي في الحاله النفسيه اللي بيبنيها، هو شويه متخوف تاني ان هو يرجع المدرسة. هو كان بداية الموضوع ان هو زي الالفة بتاعت الفصل او حاجة زي كده، فهيبقى خايف شوية ان هو يرجع تاني يخش جوه المجتمع ده. فاحنا واحدة واحدة كده ان شاء الله معانا هنتعامل مع النقطة دي كويس، ونحاول نتواصل مع ناس من المدرسين او القائمين على الادارة عندهم في المدرسة، بحيث ان خالد يرجع تاني ان شاء الله موجود بالنسبة لنا طفل مرحلة عمرية اولى اعدادي، ده طفل بيلعب ما فيش اي حاجة يعني. ربنا يكرم بقى ان شاء الله في البيت. والله المدرسه يعني النهارده صعدت بشكل غير طبيعي جدا، كتبوا بوست على الفيسبوك فيما معناه بانه هيقاضوا كل اللي بيشوه المدرسه، وانا الحقيقه ما شوهتش المدرسه ومفيش بيني وبينها اي عداء، كل الحكايه اني نقلت الواقع بمنتهى الامانه اللي في الدنيا وذكرت اللي حصل تفصيليا كل القصه. بس انه انا كنت منتظره
انه ده المكان اللي انا بدفع له مبلغ كبير كل سنه وبأتمنه على اولادي، كنت منتظره ولو انه يطمنوا على الولد، يبعتوا حد من الاداره يبص عليه او يتواصل معايا. طبعا ما حصلش، والناس يعني بيقوموا بالعكس، يعني ابتدوا يقولوا انه خالد سلوكه مزعج. طب انتم مزعج، ما خدتوش ليه اجراءات؟ ولا انتم مستنيين اما كان يتم تشويهه بموس ويحصل له الجرح البشع دوت والجريمه المتكامله دي عشان تفتكروا ان هو الولد دلوقتي عنده مشاكل؟